والله أنا بفرح جدا لما بشوفكم. خريطة جديدة لنفوذ إيران في سوريا بوسم التقارب العربي الإيراني، يعود فيه النظام السوري إلى حضنه العربي ويخرج من عزلته الممتدة منذ اندلاع الثورة السورية، وترسم إيران خريطة استثماراتها في سوريا بعد تدخلها العسكري لحماية النظام وفق تفاهماتها مع العرب. تتجه طهران إلى تقليص مشروعاتها بشكل تدريجي لتقتصر على بعض القطاعات المحددة ومضمونة الأرباح فيما يبدو، دون أن تحيد عن مساعي الهيمنة على العديد من القطاعات. إيران التي بدأت في إعادة النظر في العديد من المشروعات الاستثمارية الموقعة مع نظام الأسد وضعت خطة لإنهائها وبأسرع وقت من المشاريع التي لا تزال على الورق كالمصرف المشترك الذي كانت النية معقودة لإنشائه مع نظام الأسد، كما استبعدت طهران تنفيذ مشروع الشبكة الثالثة للهاتف المحمول الذي كانت ستنفذه شركة إيرانية خاصة، حتى مشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء حلب بات على المحك ضمن توجهات إيران الجديدة. المراقبون يرون أن تبدل سياسة إيران المهيمنة على الاقتصاد السوري مدفوع بنظرة إيران لوجودها على الأراضي السورية بالأساس والفاتورة التي باتت مكلفة من هذا البقاء في ظل أزمتها الاقتصادية من ناحية، وإعادة تموضع القوى الإقليمية في مواقفها تجاه علاقات أكثر شراكة تخسرها إيران فيما لو تمسكت بالبقاء في سوريا. ولكن السؤال الذي لا يستطيع أن يجيب عليه أحد هو هل يمكن أن يلتزم النظام الإيراني باتفاقه مع السعودية ومن ثم يعيد بلورة سياساته ضمن علاقات تعاونية ترفع عن المنطقة عبء الصراعات التي يصنعها النظام منذ ثورته الخمينية في أواخر السبعينات من القرن الماضي وحتى يومنا هذا؟ إجابة هذا السؤال يخبئه الزمن والتغيرات على الأرض التي يكتبها الثوار في إيران والراغبون في تغيير كل شيء حتى النظام.